بسحر خاص، ويمكن هي ليها سحر خاص، ليس فقط ومش بس الحلاوة وجمال صوتها، ولكن أيضا لإحساسها، ويمكن هذا الإحساس أسر القلوب العديد. هي غنت في حب الوطن، وغنت ست الحبايب والحبيب والأخ وبيت العيلة، ويمكن صوتها اخترق قلوب وأذان كل من سمعوا، ويمكن هي قيثارة طرب فايزة أحمد. بكرة إن شاء الله هتمر ذكرى 88 على ميلاد فايزة أحمد، واللي أثرت وأثرت الحياة الغنائية والفنية بعدد كبير جدا من الأغاني، واللي بتعتبر من كلاسيكيات الطرب الشرقي لغاية دلوقتي. تعاونت الفنانة الكبيرة فايزة أحمد خلال مشوارها الفني مع عدد كبير من كبار الملحنين، أبرزهم كان محمد عبد الوهاب، ملي حمدي، محمد الموجي، محمد سلطان، محمود الشريف، عدد كبير الحقيقة. وقدمت مجموعة كبيرة من أروع الأغاني الوطنية والرومانسية، نتكلم عن يا تمر حنة، ليه يا قلبي، أنا قلبي إليك ميال، يا حلاوتك يا جمالك صعبان علينا، أحلى طريق في دنيتي، بيت العز، أغاني كتيرة جدا جدا جدا، من أجمل أغاني الأم، واللي ما ينفعش أي حاجة ليها علاقة بالأم تعدي من غير أغنية ست الحبايب، وغيرها من الأغاني اللي يمكن بتمثل موسوعة غنائية مهمة جدا في تاريخ الغناء المصري والعربي. وكمان كان في السينما كان لفايزة أحمد مجموعة من المشاركات في عدد كتير من الأعمال، كان أبرزها برضو تمر حنة وليلى بنت شاطئ ومسك حرامي وعريس مراتي وأنا وبناتي. طبعا فايزة أحمد ما كانتش فقط مطربة بتؤدي الأغاني بشكل جيد، كانت أيضا يمكن متفردة بنوع وشكل الغناء اللي قدمته واللي كانت بتقدمه. وحتى كان في مقولة قالها عنها الموسيقار العظيم والكبير محمد عبد الوهاب، قال صوتها نادر، تريد الغناء بلا توقف.